رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت، ومن رام الله دكتور حسام زملط مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية. أهلا بكما سيد نفتالي بنت. أبدأ معك، أنت قلت عندما تحدث جون كيري عن حل الدولتين وأنه في خطر الآن، قلت أنه محق 100%، لأن حل الدولتين ليس فقط في خطر بل هو ميت، وأنك لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تسميها إرهابية داخل أرض إسرائيل التاريخية. اليوم عندما تقول 70 دولة لإسرائيل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، ماذا ترد؟ ماذا تقول لهذه الدول 70؟ There already are two Palestinian states, one in Gaza, one in Jordan. فلسطينيتان، إحداهما في غزة والأخرى في الأردن. ف70% من الأردنيين هم فلسطينيون، وفي غزة هي دولة فلسطينية كاملة، وهي دولة فاشلة إرهابية، ونحن لا نسمع بناء دولة ثالثة فلسطينية شبه. وعلينا جميعا أن نحترم هذا. حضرتك تدرك سيد بنت أن ما تقوله غير صحيح، لأنه ليس هناك عمليا دولة في رام الله، وليس هناك دولة في غزة، كما أن إسرائيل لا تعترف أساسا بأي دولة فلسطينية. You know, there's 27 Arab states, 1.5 billion Muslims, and one very small Jewish state that's been our homeland for well over 3,000 years. We're not about to divide it. We're not about to hand it over to anybody. Jerusalem has been our capital for 3,000 years and will remain so. And that's something the world will have to get used to. We do recognize that there's 1.8 million Arabs in Judea and Samaria, and they will enjoy full rights. You know, there are 1.8 million Arabs within smaller Israel. They enjoy full rights. أكثر من مليون عربي داخل إسرائيل يتمتعون بكامل حقوقهم، وهناك أعضاء عرب في البرلمان الإسرائيلي الكنيست. أريني دولة مسلمة واحدة بها مسلم واحد في البرلمان. فعلا. طيب لماذا لا تذهب إسرائيل إذن إلى الأمم المتحدة كما يطالبها الرئيس الفلسطيني لتكرس كل هذه الحقائق؟ الأمم المتحدة، كل دول العالم لا تعترف بما تقول سيد بنت. Well, there's something that recognizes it before. I think the whole free world recognizes شيء آخر، وهو العالم الحر بأجمعه يعترف بتاريخ إسرائيل. فهي يهودية منذ 3,000 عام أو أكثر. والكلمة كلمة القدس تذكر 600 مرة في الإنجيل. كم مرة ذكرت القدس في القرآن؟ لا ذكرت، وأيضا يعني إذا ما تحدثنا عن يعني عن الحقوق الدينية أو الرواية الدينية أو الرواية الدينية لن ننتهي هنا. لا يعني إلا إذا أردت من العالم كله أن يصبح يهودي ويؤمن بالتوراة. وأعتقد أن الجميع يعرفون أن هذه الأرض الصغيرة هي لإسرائيل. نحن نرحب بالعرب وبالأصدقاء الذين يجيون بالسلام، والطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي إسرائيل قوية. فنحن نرى الآن أن الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط هي إسرائيل. صحافة حرة، حقوق إنسان حرة، هي إسرائيل فقط. دكتور زملو، تستمع لما يقول نفتالي بنت، وهو أحد الشخصيات الأكثر تأثيرا اليوم في الرأي العام الإسرائيلي، وربما الشخص الذي يخشى منه بنيامين نتنياهو على مستقبله السياسي بشكل كبير. إذا كان هذا هو موقف نفتالي بنت، الذي ليس جديدا، سمعناه منه في السابق، فما الذي يعنيه حديث اليوم في باريس من 70 دولة والدعوة لكم وللإسرائيليين الذهاب إلى مفاوضات؟ هذا معناه أنه يعني حسب ما نفهم الموقف الإسرائيلي أنه هذا الكلام لم يتحقق، إسرائيل لا تكترث به. بالطبع، وما سمعناه من ضيفك الآن هو تأكيد بما لدى مجال للشك أنه لا يوجد هناك أي شيء نتحدث معه مع هذه الحكومة الإسرائيلية.
هذه حكومة ميؤوسة منها بكل معنى الكلمة. وضيفك يمثل هذا المنطق وهذه العقلية الإسرائيلية العنجهية التي تؤمن فقط بالقوة وتؤمن بالسيطرة وبالعنصرية الحقيقية وبفرض إرادتها على الجميع وحتى على القانون الدولي، ومقتنعة وواهمة حقيقة أنها تستطيع استضعاف الشعب الفلسطيني وتستطيع ابتزاز العالم كله، ولكنها وخصوصا خلال الأشهر السابقة والسنوات السابقة تحديدا الأسابيع السابقة تلقت أكثر من ضربة حقيقية حتى يصحوا من حالة الثمالة التي هم بها. هم ثملون فعلا في ثمالة قوة وأيديولوجيا. أنت سمعتي الأيديولوجيا والكذب وتزوير التاريخ الذي حصل قبل لحظات على شاشتكم. هذا أولا. ثانيا، نحن كشعب فلسطيني أقوياء. ليس لأن لدينا جيش ونقتل، كما قال ضيفك في أحد مقابلاته قبل فترة أنه فخور أنه قتل عرب. ونحن لا نقتل، نحن لدينا الحق ولدينا القانون ولدينا إجماع العالم ولدينا شعب عظيم عظيم متمترس. ونحن نريد أن نري ضيفك ونري الحكومة الإسرائيلية أن يكتفوا، دعيني أكمل الجملة، أن يكتفوا بيع الوهم لمجتمعهم ويكتفوا بيع الوهم للعالم. لن يكون هناك سلام ولن تنعم إسرائيل بأي استقرار بدون أن يحقق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. قولي لضيفك الكلام هذا. طيب سيد بنت، أيضا في البيان الذي صدر عن اجتماع باريس أو عن مؤتمر باريس، البيان يدعو الطرفين أي الحكومة الإسرائيلية وأيضا السلطة الفلسطينية إلى النأي بنفسيهما عن الأشخاص الذين يرفضون حل الدولتين. وهذه الجملة اعتبرت من كثير من المراقبين أنها وضعت في هذا البيان من أجلك، من أجل مواقفك الرافضة للدولة الفلسطينية. هل تعتقد أن نتنياهو سوف يتخلى عنك؟ Well, I would say that أريد أن أقول أننا نريد مفاوضات، ولكنها لابد أن تكون قائمة على أساس الثقة والواقع. وللأسف السلطة الفلسطينية مليئة بالأكاذيب، وأطلب من الدكتور زوملوت صح مقولته بأن الهولوكوست المحرقة هي من تصنيع السلطة من الحكومة الإسرائيلية. هل تسحب هذا؟ لا أعتقد أنه قال هذا الأمر بالضبط، بس أنا سؤالي لك إن سمحت أن تجيب عن سؤالي سيد بنت. أسألك عن مستقبلك السياسي. أنت اليوم تشكل إحراجا. أفهم أنه سيد بنت لو تجيب عن سؤالي، لأني أنا من وجه الأسئلة في هذا الحوار. أن المحرقة كانت من صنع الحكومة الإسرائيلية. إذا كنت تريد السلام، هل أنت مستعد لصحب هذه المقولة؟ سيد جملو تجيب عن السؤال. نعم وافتراء. لا سريعا لو سمحت حتى نعود إلى أصل الموضوع. لا تنسحب وتنهزم إلى مساحات لا تنسحب وتنهزم إلى مساحات أنت تكذب فيها. هذا الذي تقول حصل في مقابلة مع البي بي سي الدولية يوم عدوانكم. طيب لا، أنت وهو تتصفيان على نقاشات سابقة. وأنت قلت دعني أكمل. طيب سيد زملوت، لو تسمح لي أن أنظم هنا. السلام أبدا. لو تسمح لي يا دكتور زملوت. أنت بتفكر بالصوت. يا دكتور زملوت. بالصوت العالي. يا دكتور زملوت. هل تسمح لي أن أنظم الحوار؟ على حاجز عسكري. هل تسمح لي أن أنظم الحوار يا دكتور زوملوت؟ طيب سيد بنت. سيد بنت، هذا الحوار ليس لتصفية حسابات سابقة ربما حدثت في مقابلات سابقة على شاشات أخرى. أنا سألتك سؤالا واضحا. البيان الذي صدر عن اجتماع باريس يطالب الأطراف بالنأي بنفسها عن من يرفض حل الدولتين، وهذا يعتبر رسالة لنتنياهو للتخلي عنك والتخلص عنك والتخلص منك من هذه الحكومة. هل ترى أن نتنياهو يمكن أن يقدم على هذا؟ If we want peace here, إذا كنا نريد السلام فنحن بحاجة إلى أناس يفهمون ضرورة التعايش السلمي جنبا إلى جنب. حسام الزملوت لا يريد أن يسحب مقولته ودعاه بأن إسرائيل لفقت موضوع المحرقة.
نحن هنا وسنبقى هنا وعليك أن تفهم هذا. أما إذا كنت تعتقد شيئا مختلفا فأنت تضيع وقتك. سيد بنت هل تسمع السؤال؟ نحن دولة ديمقراطية أكبر ديمقراطية في الشرق الأوسط. سيد بنت أنا أحاول أن أقاطعك ولكن بسبب الترجمة يبدو أن هناك يأخذ هذا الموضوع وقت. هل تسمع سؤالي أنا؟ سأجيب على سؤالك عندما أحصل على إجابة من حسام الزملت. طيب لا سأدعه لو تدعه يرد لتتوقف عن الكلام قليلا حتى ندعه يرد لأنه عندما نتكلم جميعا لا نستطيع سماع بعضنا البعض. ماشي؟ دكتور زملت تفضل. طيب لو تعطيه الوقت فقط وتتوقف عن الكلام سيد بنت. الذي قال أن المحرقة لم تحدث أبدا. دكتور زملو تفضل سريعا لو سمحت. يعني حقيقة هذا الأسلوب الرخيص الذي تعودنا عليه من الابتزاز. نحن ورئيسنا الفلسطيني أكثر من شجب أكبر جريمة في التاريخ وهي الهولوكوست، وأنا خرجت على البي بي سي يومها قبل سنوات لأؤكد على ما قاله الرئيس أن الهولوكوست هي من أكبر جرائم التاريخ. أنت تعترف بالهولوكوست هي اليهود على ما حصل به. هذا هو جوابك. طبعا 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 ولكن طبعا 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 Oh, you suddenly deny the Holocaust. You suddenly recognize. That's good news. Now we need a step forward. سيد بنت أنت هنا تأخذ الحوار إلى مكان آخر. على كل حال نحن مهتمون اليوم بمناقشة ما صدر عن اجتماع باريس. هل حضرتك مهتم بمناقشة هذا الأمر؟ No, but that's exactly what we're focused on. لا ليس هذا ما نهتم به. ما نحن مهتمون به في هذه الحلقة يا سيد بنت هو مناقشة اجتماع باريس. وحضرتك من طلبت أن تكون في هذه المقابلة مع بي بي سي ولسنا نحن من طلبنا أن تكون على شاشتنا اليوم. مكتبك هو من اقترحك علينا في هذه الحلقة اليوم. والواضح أن عندك رسالة تريد أن تقولها لنا. نحن نريد أن نناقش اجتماع باريس اليوم. هل تريد أن تناقش نتائج اجتماع باريس أم لا؟ The Paris conference is meaningless. It's like a wedding. مؤتمر باريس بلا معنى. فهو كحفل زفاف بدون العريس أو العروس. هناك ضيوف كثيرون ليس لهم معنى أو أهمية. سيتحقق السلام عندما يعترف العالم العربي بأن إسرائيل هي وطن اليهود ونحن نعطي حقوق كاملة لكل السكان العرب. باريس ومؤتمر أوسلو وكل المؤتمرات الأخرى كلها بلا معنى أو مضمون. لكن ما يهم هو الحقائق على أرض الواقع هنا. وأنا سعيد بأن حسام الزملوت سحب ادعاءه بأن المحرقة من تلفيق الحكومة الإسرائيلية وأنا أتطلع إلى مزيد من التقدم. دكتور زملوت أيضا بالنسبة لنتائج اجتماع باريس يعني كان هناك تسريب في الإعلام الإسرائيلي. لو نتجاوز هذه النقطة دكتور زملوت لأنه أخذت كثير من الأخذ والرد وحقيقة حرفت الموضوع عن صلبه. يتداول الإعلام الإسرائيلي مكالمة هاتفية بين نتنياهو وكيري طمأنه فيها كيري بعد المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر لن تكون له أي تبعات. السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير رحبتا بنتائج أو بما خرج به هذا المؤتمر. ولكن حقيقة إن لم يتبلور المؤتمر باعتراف بالدولة الفلسطينية من أي من الدول الحاضرة بحكوماتها كفرنسا مثلا أو بترجمته في مجلس الأمن فما قيمة حقيقة؟ ألن يكون كما يقول بنت حفل زفاف لا قيمة له بدون العريس والعروس؟ لا بالعكس بالعكس عدم حضور إسرائيل وإصرار فرنسا ومن حولها العالم كله على عقد هذا المؤتمر الدولي رغم الممانعة الشديدة من هؤلاء المتطرفين الإسرائيليين لأن ليس لديهم أي مشروع سلام حقيقي. أنت سمعتم يريد حقوق للعرب ويريد أن يكون السيد ونحن العبيد وهذا لن يكون. وبالتالي انعقاده في حد ذاته وهذا الاحتفال والتظاهرة الدولية وهذا التدافع الدولي للتواجد في هذا المؤتمر هو إنجاز
أولا. ثانيا هذا التأكيد على الإجماع الدولي بأن يكون هناك حل الدولتين. وشو يعني حل الدولتين؟ ما في دولة اسمها إسرائيل، نحن اعترفنا بها والعالم كله معترف بها، معناه أنه يجب أن تكون دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 والقدس الشرقية عاصمتها. وثالثا أن العالم هذا الاستعجال الحثيث باتجاه تثبيت هذه المواقف من المجتمع الدولي يسابق إدارة ترامب إلى البيت الأبيض. عمليا كلهم يتخوفون من موقف ترامب. لكن نتنياهو كان واضح، قال غدا لن يكون كاليوم. لا. معنى ذلك أنه هذا لا كله ليس له قيمة. والله إذا نتنياهو الآن وكل إسرائيل هذه الدولة دولة الاحتلال العاتية بتراهن على شخص واحد، الله يعينهم ويساعدهم. يعني نحن نراهن على منظومة دولية، نراهن على إجماع كوني ودولي بما فيه الولايات المتحدة. وموقف الولايات المتحدة منذ الرئيس آيزنهاور مرورا بالرؤساء الأمريكان من نيكسون إلى ريغان إلى جورج بوش الأب إلى جورج بوش الابن وكلينتون وأوباما، هناك موقف أمريكي واضح، وهناك موقف دولي تم تأكيده اليوم في باريس وتم تأكيده في قرار مجلس الأمن 2334. وهذا ما يزعج ضيفك ويزعج نتنياهو، أننا بإمكاننا اليوم أن نفيق نتنياهو على كابوس حقيقي اسمه أنه معزول ووحيد، وأن العالم ذاهب باتجاه بناء إرادة دولية حقيقية لعزل هذا الفكر الإسرائيلي المتطرف. المعارضة الإسرائيلية سيد بنت تتهمكم بأنكم وراء عزل إسرائيل من خلال هذه المواقف التي أطلقتها حضرتك، والتي لم تقنع لا المجتمع الدولي وتحديدا الغربي الذي يتجه اليوم إلى تثبيت حقوق الفلسطينيين. هل تستطيعون أن تواجهوا المعارضة الداخلية الرافضة لهذه المواقف وأيضا المجتمع الدولي الذي يثبت في كل مناسبة دولية تأييده لحل الدولتين؟ You know the Palestinians are making the الفلسطينيون يرتكبون نفس الأخطاء التي ارتكبوها عام 67. فاليهود قالوا نعم وهم قالوا لا، وعندما قال اليهود لا هم قالوا نعم. نفس الحال في عام 87 وعام 2000 عندما عبر باراك أوباما الرئيس الأمريكي عن أمله في تحقيق السلام. لقد دمرتم كل فرصكم في السلام، فقد خذلتكم قيادتكم وقادتكم إلى طريق الفشل والخسران. معزولة سيدة نفتالي بنت، هذا ما تقوله تسيبي ليفني، هذا ما يقول إسحاق هيرزوغ، هذا ما تقوله المعارضة الإسرائيلية اليوم. عن ماذا تتحدث؟ وما زلنا نبحث عن السلام معكم، ولكن هذا السلام لن يحدث إلا إذا قبلتمونا كدولة يهودية على أرضنا، وعندئذ يمكن القبول باننا سنعيش جانبا. سيد نفتالي بنت لا يريد ان يسمع اي سؤال من اسئلتي، شكرا لك على كل حال. نفتالي بنت من القدس، وزير التعليم العالي ورئيس حزب البيت اليهودي، والدكتور حسام زملط مستشار رئيس فلسطيني للشؤون الاستراتيجيه من رام الله، شكرا لك.